الخارة ديالنا هي أنها منتوج أوروبي، يعني عطي الصيص الدولي تبارك الله، رقم واحد في أوروبا منذ 4 سنوات، وخير خير أن المدينة ديال أكادير تستاهل، وهذا شرف لنا إحنا. هي الطلبية فيها 30 حفيلة وثلاثة أوبسيونال ديك الساعات على حسب احتياجات ديال المدينة وكل شيء. غادي تبدأ إن شاء الله، غادي يختار شكون الإكسبواتون إن شاء الله اللي يكون غادي يستمر هذه الحفيلات. الحفيلات واجدين إن شاء الله، وغادي تزيان المدينة إن شاء الله، مع داك الزين اللي فيها هي كامل غادي تزيان إن شاء الله. بإذن الله غادي تكون فرص عمل كبيرة، لأن أي حفيلة بحال هكا خصها أقل 3-4 ديال الشيافر، زيادة الصيانة، زيادة بزاف ديال التأطير ديالها، الأمن اللي غيكون حداها وكل شيء، ولا لي زيكيب مولي فيه تبارك الله، سي تان ميترو سورفاس، يعني ميترو بحال هكاك، والفوق فيه بزاف ديال لي زيكيبمون اللي غيكونوا ان شاء الله غيوفروا للعميله بيان. هي الانطلاق غادي على حسب الاختيار ديال، حيت غيدخلوا في مداولات على اختيار شكون اللي غيسير هذه الحفيلات ان شاء الله، وكونوا على يقين بان الناس اللي مأطرين هذا الشيء مهنيين بزاف تبارك الله عليهم، عرقونا، ولكن هادشي كله صالح العام باش يعطيو جوده واحسن ما كاين ان شاء الله.